السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الأنشطة الهادفة التي يقوم بها نادي الصحة المدرسية لتعزيز الصحة المدرسية وتقريب القطاع الصحي وشبه الصحي إلى التلاميذ وبتنسيق مع إدارة المؤسسة مشخصة في الأستاذ سينور الدين محربة وبتنسيق مع جمعية الخير للأرامل والأيتام مشخصة في رئيستها الأستاذة أمينة، تم تنظيم قافلة صحية لفائدة التلاميذ ضعاف البصر وخاصة منهم المنحدرين من أوساط أسرية معوزة بهدف مساعدتهم في الحصول على نظارات طبية، حيث تم اصطحابهم صبيحة يوم الجمعة 4 مارس 2022 إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة، حيث تم استقبالهم من طرف فرع طب العيون مشخصا في الدكتور الأخصائي في أمراض العيون دكتور سعد الدهاج الذي استقبلهم استقبالا لائقا وتكلف بعملية تشخيص حالتهم وتصحيح البصر لدى التلاميذ المصطحبين والتلميذات، فأبلغ بلاء حسن من حيث الحضور، من حيث الالتزام، من حيث التعامل الإنساني الذي أثلج الصدور وأبهر الحضور. مشكورا، ولا يفوتنا أن نشكر الدكتورة هند التي زادت الأجواء دفئا بتقديمها الحلوى للتلاميذ فأشعرتهم بأجواء مريحة أكثر. وانتهت هذه الصبيحة بكلمة شكر في حق رئيس المستشفى الإقليمي وكذلك في حق الدكتور سعد الدهاج الذي أعرض وأبان عن استعداده الدائم لمثل هذه العمليات الإنسانية ولا مشروط، وكذلك الشكر موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل الخيري. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمينة فايز رئيسة جمعية الخير للأرامل والأيتام. الحمد لله يوم كان يوم الجمعة أول مبادرة اللي قمنا بها بالتلاميذ ديال مؤسسة مجاهد العياشي، كنقدم الشكر لأستاذ نور الدين مدير المؤسسة ونادي الصحي، ولا يفوتني أن أشكر المدير الإقليمي ديال المستشفى، مدير المستشفى الإقليمي، وكنشكر الدكتور دهاج سعد والدكتورة هند. كنشكر الدكتور سعد، كنفتخر بها الطبيب بأنه كان في واحد الجو جميل وقام بفحص التلاميذ 28 طفل اللي كانت عندنا، 28 طفل اللي الحمد لله كانوا في صحة جيدة، منهم 5 كانت غادي دار لهم غادي إن شاء الله نقوموا بالعملية ديالهم باش نديروا لهم النظارات، و3 كانوا إن شاء الله في الترويض باش غادي نتابعوا الحالة الصحية ديالهم. كنشكر جميع الأطباء وتحية كبيرة لجميع الأطباء، جميع الممرضات والممرضين وجميع من ساهم من قريب أو من بعيد، وشكرا للجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.